كل عام وانت بخير. انت بخير. بعرف انه متاخر بس صار وقت تفتحيها اخيرا. لا تفتحي لبين ما اخيرا نور صار فيني افتحها. افتحي. فتح قلبي. اذا ما عجبتني رح اكبها وبلغي فقره. تحبيها. رح تحبيها كثير انا متاكد. يا عليك. شو سمنه؟ سمنه شهد نباتيه وغير مهدرجه. عرفت هيك ولح تسأليني هون محل ورد لما سوبر ماركت؟ لا واضح إنه محل ورد بس لا تستغربي إذا قلت لك أنا بعتبر وردة شهد عفوا سمنة شهد هون مكانها الطبيعي بين الورد لأنها نباتية غير مهدرجة وبنكهة السمن العربي. سمنة شهد؟ سمنة شهد رح أحطها عندي بالصالون وأسقية لتكبر. هلا إيش الفكرة؟ من أسبوع كان عيد الحب، فقتك متأخر، أنا داخل في الحياة مالي قلب شي يعني طاول، طلعت على موبايلي شفت شي 40 رسالة، قلت أوه حبيباتي رجعوا، ندبوا إنه تركوني ورجعوا بدون يصيلحوني. هلا بس إيمت بعد شو هلا بدون يصيلحوا؟ إيه مين طلع بعت لك؟ أهلي ورايبيني ورفقاتي كلهم بيعطين لي سمنة شهد إنه عاملة دعاية لعيد الحب على أساس أنا وكيل سمنة شهد. بس بتعرفي شو على سيرة عيد الحب؟ بتعرفي من وين جاي عيد الحب؟ من وين؟ فكري. قولي دمشق، كلمة دمشق شيلي من الشين. شلون يعني ما فهمت؟ شيلي حرف الشين والفظية ايش بطلع؟ ايش بطلع؟ دمق. حلب شيلي من اللام. حب. لك حب؟ ابوس روحنا نحن حبيبة الحلبية. لك حبيبة. طلع اصل الحب من حلب. الله يديم عز الحب كله ويديم حب العظمية علينا وحب كل دول العالم كله من حب وحبيبة. اليك احلى حب احلى عيون والاحلى مرس. Happy birthday to you, a fun, thank you, شكرا جميعا لكل محب عنده حبيبة. أتمنى من جوات قلبي الماله حبيبي الله يرفع عمره، لكن له حبيبي الله يمد في عمره يمد في عمر أمه وحياته مع أحلى عيون حبيبته. إن من حب حبيبته حب حماته، الحمامة الحبيبة كما تحبوا حماته حب حبيبته. شكرا جميعكم ورحب بكم بين سوريا المحبة وسوريا الحب وكل شان وأنتم بخير ومساء الخير جميعا لكل الحبيبة وأهلا وسهلا فيكم. شكرا جميعا لكل الوطن العربي. مساء الخير حبيبة حماته. Thank you, good evening, see you soon. وكل مين حبيبته يقرف حماته. شو هاد يا أبو الريك؟ لك شلوني؟ ملك الرومانس؟ ملك الشعر أنا. لكن حلبية كلهم هيك. ما تتذكر عيد الحب في حلب هيك شد كان حلو يغد. كان بتشوفي حلبي هيك بتزور حتى تورد تحت جاكيته وعبتمشي هيك سلحة خايف حدا يشوفه والناس بقى هيك على البلاكين ومسكرة الدكاكين وعبتصوره بالموبايلات وتتمسخر عليه لبين ما يكبه وينتحر. حبيبي الحلبية حبيبي. هون بعد ما شفت أنا هي الدعاية شفت هذا العم الشاعر. اشتهيت أحب. صار لي زمان بدي حبيبة أحبه وتحبني أزعله وتراضيني أتقاتل معه وأحطه عن حده وقال له تختار بيني وبين أهله. تختار أهله. تختار أهله وأنا أبكي تحت الدوش بقى ونترك. صار زمان. طيب إيش عملت؟ حل واحد اللي مون دا لقي حبيبة بأخر جبت فيلم. فيلم رومانسي وما رومانسي وعشق وغرام كتير حلو. بقى ملك الأفلام أنت. تحكوش كل فيلم؟ طلع لك فيلم بيبكي الحجر. بيبكي الدبب. ملك الدبب أنا. بيبكي حجر الدبب. حجر الدبب أنتي. أكيد. لا ما أكيد. قلت لك الحجر أنا ماني حجر. حسبي الله ونعم الوكيل. يا حياتي يا عمري مليون مرة قلت لك أنا ما عندي الإمكانية اللي عند خطيب رفيقتك. أنا ما عندي. أنا ما طالبة منك تكون مثل خطيب رفيقتي. تحسسني أنا خطيبتك بدي أحس إنك لك سودت وشي قدام العالم. لك ما عم تقدر تتجوزني لأنك ما عم تقدر تفتح بيت. لقيمت هذا الشيء لقيمت عالم أكلت وشي وأكلت وش أهلي. لك يا عمري يا روحي أنا شخص عم أشتغل عامل كل جمعة جمعيتي 300 ليرة تركي. أنا منين رح أجيب؟ شو بعمل؟ ما بيخصني هالموضوع. أنت فقير ماك. أنت ليش لا تحب أصلاً؟ ليش لا تخطب أصلاً؟ يعني ما عندك إمكانية لا تحب لا تخطب. بنات العالم مو لعبة بإيدك. مو لعبة بإيدك بنات العالم. ديبو فيلم من واقع الحياة. ديبو شاب فقير بس طموح بده يشتغل ويتطور ويحب خطيبته. ما عجب الموضوع ابدا. لا ناس اكل وجهه وجه اهله وقفته بالشارع وبهدلته. قالت له اذا انت فقير ليش لا تحب؟ ليش لا تخطبني؟ بتموت عزابي بتموت سنجل اذا فقير. لك ايش الشغله بايده لك ريكاردو؟ حبه بعدين هي بتنحب ما شاء الله عليها. بتنحب. ما الفقره بحبوها والاغنيه بحبوها وهو ما نو روبوت ليتحكم. حبه. لك انا حبيته يعني رح تتركه. حضرانتي الفيلم انت؟ اذا حضرانتي ليش تتركيني احكي عنه بقى؟ لك مالي حضرانته بس كل افلامك هيك بالاخر الحبيبه بتتركه مثل فيلم حمام. لا هذا غير شيء تمام. خلينا نغلقه مع بعض. خلص تحمليني بس هالفتره. صدقيني بكره اذا الله فتح بوشنا راح اتزوجك وراح نجيب يعني نجيب قد ما فينا اغراض للبيت وراح اقدم لك اشياء كثير حلوه. بس تحمليني الحب مو حب مصاري. يا حبيبي يا عمري لك بدي قطعة اشوف حالي. هذا القطعة اللي لبستها انا الستاندر عندي. ما عندي شيء البسه. ما بدي تكون مثل خطيبة فيك. والله ما بدي بس بدي اشوف حالي قدام العالم. انا مخطوبة يا الله. ما
مخطوبة يا ناس. محمد أنا ما عاد أتحمل، نحن لازم نترك. خلص يعني أنا ما عاد يعجبني الوضع أبدا أبدا أبدا. هيك نصيبنا محمد، هيك نصيبنا، بعتذر منك. كمان هون البطل اسمه محمد؟ لا هذا قصير محمد. المهم هو وعده انه بس يتجوزوا راح يعبي له البيت غراض، راح يجيب له غسالات، برادات، ستر فيش، سمنه شهد يعبوها بالبانيو هيك مع شموع، يعني ما راح يقدروا يتحركوا من البيت قد ما فيه غراض، بس هي تعطيه شويه وقت ليصير غني شي 40-50 سنة. وهي كمان يعني حقها بدها تحافظ على ستاندرد اللبس تبعها. تمام. المهم من حيث لا تدرين بتجي لك سياره جيب هيك انشح هيك كلها تراب وغبر، انشح سياره شفتها بحياتي، يمكن هيك عفوها مشان الواقعيه ما قيستينا. بنفتح الباب وبنزل منه شاب اشقر لابس زهري شعراته ليناردو ستايل، وبتجي هيك لقدامهم في جهاز رياضه بالصدفه في الشارع، بصير بلعب رياضه قدامهم وبيتفرج عليهم هنن وعبتنتهي علاقتهم. تركته يعني خلص؟ ايه يعني العالم اكل وجهه وبدها تشتري بلوزه جديده يعني. قلت لك رح تتركه. لك لا لا لساته بنصه، لسه في كتير مفاجآت، خلص خلينا نحضر. لا تسرعي. تفضل يا عديمان. مرحبا. سهلا كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ بس كأني شفتك مع شاب بيرك انت وياه. ايه هداك كان مجرد صديق انسى. هيوة. اه شفتك نازل من سيارة جيب، هي لك؟ ايه سيارة الي. هيوة يعني انت زنجيت؟ ايه الحمد لله ماديتي كويسة. يعني شو بتشتغل؟ والله بشتغل تاجر. حلو الله يقويك ان شاء الله، عن جد شخصيتك حلوه ومعبي مركزك انت. تسلمي لي يا رب تخيل البيت. بست في عينك الجنات. مو انا شو هيك قال له بست وقعدوا مع بعض وصاروا يتحاوروا فورا هيك صاروا اصحاب، ما شفت الحوار شو منطقي ومحله؟ ريكاردو. اه انت زنجيل؟ هي انا زنجيل. السياره المنشحه الغاليه اللي برا لك؟ السياره اللي برا غاليه وهي لألي. طب انت ايش بتشتغل؟ بشتغل تاجر، تاجر زنجيل، من هدول التجار اللي عندهم سيارة بدخنوا من عينهم. يا الله شقد شخصيتك حلوة ومعبي مركزك. ايه لأني زنجيل. هيوة. اه شفتك نازل من سيارة جيب، هي لك؟ ايه سيارة إلي. هيوة يعني انت زنجيل. انت مالك مرتبطة؟ لا شو مرتبطة أبداً؟ أبداً، ولا فيك حدا بحياتي أصلاً. إيه والله هيك. إيه شو كمان؟ شبك؟ أحلام أحمد. راسي أحمد والله حبيبي. بروك بروك استريحي عاوز بالله. عادي ريحي لا تخافي. أنت من وين بتعرفه؟ ولو حمودي أخوي عشت أحمد. مثل هيك بنات بحياته ما بحب الشخص لا على شخصيته ولا على طوله وجماله، بحبه مصراته لك عمي. شفت السيارة، شفتي زنجيل وكذا دغري ما شاء الله. صدقيني ما رح مرق لك يا خير. لا تخافي ما رح سوي لك شيء، بس خطبتنا رح تنفسخ. انا ما بتشرف ببنت بتحب المصاري ما بتحب الروح. اليوم ابن العم خلينا نمشي. Good morning. لك هلأ ما فهمت هي ليش زعلانة ونحرت؟ مو هي اللي تركته بنص الفيلم؟ مين اللي ترك الثاني؟ بنص الفيلم كانت مفكرته فقير فتركته، بس طلع كله اختبار، طلع بيختبرها مع عاد رفيقه الصغير عمره 12 سنة بدخن من عينه، طلع هي اختبار وفشلت فيه، طلعت بتحب المصرات، ما بتاخذ الشاب مشان أخلاقه وشكله وطوله وعرضه وابتسامته. مصراته بس هو عاد رفيقه قبل ما يطلع حكى هيك كلمة بالإنجليزي ما فهمتها. انتبهتي له؟ قال له جود مورجن جود مورجن. قال له هي كانت هيك على أعصابها. سمعت جود مورجن. انت هيك افلام خلص بقى والله. اذا بترجع تجيب هيك فيلم يعني ما بعرف انا ليش مشغلتك معي بهالفقره. ما بعرف انت مشغلتيني معك بهالفقره. لكن جود مورجن مش عارف جود مورجن.